مدينة الرباط معروفة عالمياً كعاصمة المغرب الإدارية، لكنها مدينة تاريخية قبل كل شيء، وتاريخها ضارب في القدم وحافي بالأحداث ومليء بكنوز كتدل على أهميتها. تعقبت عليها حضارات كثيرة، منها الفينيقية والرومانية والمورية والبربرية، اللي استقرت بالمنطقة نظراً لموقعها الجغرافي والاستراتيجي ولتواجد البحر والنهر ووفرة المياه الطبيعية فيها. غادي تعرف المنطقة في العهد الإسلامي مع المرابطين والموحدين والعلويين نمواً حضرياً كبيراً، وغادي تصبح مع بداية القرن العشرين مركز اهتمام الحماية الفرنسية. كل هذه المحطات بصمات تاريخ مدينة الرباط التراثي والأثري. المدينة ديال الرباط عند بزاف ديال الناس كيتسحب لهم بأنها هي جديدة، بأنها بدأت مع الفترة اللي هي تاريخية، ولكن التاريخ الحقيقة التاريخ ديال مدينة الرباط هو قديم، وقديم بزاف. حيت نقول قديم بزاف فهو تيرجع لواحد الآلاف ديال السنين. حنا مثلا كانت واجد واحد المغارة اللي هي مرايا، اللي هي مغارة دار السلطان واحد، وهاد دار السلطان هادي فيها واحد سجلات واحد التواجد ديال الإنسان القديم في المنطقة ديال الرباط منذ حوالي 120 ألف سنة. فكتلاحظوا بأنه التاريخ ديال الرباط فهو قديم وقديم جدا. إذن علاش الإنسان جا استقر هنا؟ جا الإنسان استقر هنا نظرا لوجود على هذا الشريط الساحلي اللي ما بين هنايا من الرباط وغادي حتى الوادي كم، كاين واحد المجموعة ديال المغارات والمخابئ. هذيك المغارات شكون اللي حفرها؟ حفرها البحر، والبحر حفرها لأنه هاد الصخور اللي كتشوفوا مرايا فيها الطبيعة ديالها، فكتقدر تنخر وتوقعوا فيها واحد التجويفات واحد الغيران عن طريق واحد العملية اللي هي كيميائية، لأنه الماء ديال البحر فيه الملحة. فإذا بغيت نبسط هذا هو بشكل باش تفتحات هاد المغارات، وبالتالي حيت تفتحات فهي ولات بحال ملاجئ، بحال سكن الإنسان القديم. فالإنسان القديم جاء واستقر، واستقر هنا علاش؟ لأنه كاين واحد العوامل اللي خلاته يستقر، ومن بين هاد العوامل اللي خلاته يستقر هو القرب ديالو من البحر. كتشوفوا باقي لحد الآن، وخف فترات اللي هي ديال 120 وما فوق بالنسبة أو ما بعد بالنسبة لهذا الإنسان، فكان البحر شوية بعيد من المنطقة الحالية اللي كنشوفوا دابا. ثم كاين من وراء ديالو كاين القارة، والقارة كتمنحوا واحد المجموعة ديال الحيوانات اللي قام بالاصطياد ديالها وإدخالها لهذه المغارات بطبيعة الحال اللي كونات واحد الغذاء ديالها. ثم هذه المنطقة أيضا كانت واحد المنطقة ديال الجذب بالنسبة لهذا الإنسان القديم، لأنها فيها واحد مجموعة ديال الصخور. هذيك الصخور بحال حجر الصوان أو حجر المروة، هاد الأحجار هذه فاستعملها الإنسان باش يصوب الأدوات دياله، هي اللي كنقولوا لها الأدوات الحجرية اللي انطلاقا من هاد الصخور هذه اللي قلت. فكانت يقوم بالتقطيع أو بالكاست أو بالحكام ديال الجلود إلى آخره. فبالتالي هاد المنطقة ما جاش الإنسان اعتباطا وسكن فيها واستقر فيها، بل لأنه كان واحد المجموعة كما قلت ديال واحد الظروف وعوامل اللي خلاته يستقر بها. الإضافة اللي عطات هذه المنطقة هذه ديال الرباط، وخاصة ما داكش اللي لقينا هنا الإنسان دارو، فهنا كان تواجدوا في منطقة اللي عرفت أقدم حلي في العالم. فهذا الحلي كتعبر على واحد النمط جديد اللي الإنسان في العالم بدا هنا هو الأول عاد انتشر. يرتبط تاريخ مدينة الرباط ارتباط وثيق بالبحر ونهر أبي رقراق. الشاهد الحي على هذا التاريخ العريق منذ العصور القديمة وإلى يومنا هذا. بطول 240 كيلومتر نهر أبي رقراق كينبع من الأطلس المتوسط وكيصب بساحل المحيط الأطلسي. جذب أول سكان المنطقة من القبائل البربرية ليستقروا بالوادي. هذا النهر كان معروف في العصور القديمة بواد سلا، النهر المالح، وبعدها بنهر الرمان، ولم يغير اسمه إلى أبي رقراق إلا إلى حدود القرن الثالث عشر. رقراقة تعني بالأمازيغية الحصى، وهو أيضا اسم قبيلة أمازيغية استقرت لسنوات طويلة على ضفاف النهر. في سنة 700 قبل الميلاد فينيقيو قرطاج وصلوا إلى السواحل المغربية وأسسوا مراكز تجارية، واختاروا الموقع الحالي لشالة اللي كيتوجد على بعد 5 كيلومترات من مصب النهر لإقامة مركزهم التجاري. يعتبر موقع شلة من أهم المواقع الأثرية المتواجدة بمدينة الرباط، اللي عرفت استقرار ديال الإنسان منذ القديم بالضبط من القرن السابع والسادس قبل الميلاد.
يعني الاستقرار في هذه المنطقة ما كانش بطريقة اعتباطية، بل كانت هناك مجموعة من المسائل اللي توفرت في هذه البلاصة هذه باش أن الناس يستقروا فيها. وهذا الاستقرار كان مرتبط بتوفر عنصرين أساسيين، هناك أولا سهولة الولوج إلى هذه المنطقة ووفرة المياه العذبة، بالإضافة إلى أن هذا الاستقرار تم في واحد الواجهة الشرقية ديال واحد جوج ديال الهضبات. هاد لابوزيسيون لهذا الموقع كانت كتوفر واحد الحماية طبيعية للموقع. من القرن السابع والسادس قبل الميلاد، فهاد الفترة هذه كان الموقع عبارة عن محطة استراحة بحرية اللي كانوا كيستعملوها الفينيقيين، التجار الفينيقيين اللي كانوا كيجيو من مدينة الكسوس في اتجاه مدينة الصويرة اللي معروفة باسم موغادرا. موقع سلا شهد عدة فترات تاريخية وتعقبت عليه عدة حضارات تركت أثرها المبصوم إلى غاية اليوم على الحفريات الأثرية، إلا أن الموقع لم يكشف بعد على كل أسراره. فيما يخص المرحلة الثانية أو الحقبة الثانية من تاريخ الموقع، يعني كترجع تقريباً لبدايات القرن الثالث قبل الميلاد. فهذه الفترة هذه يعني ظهرت واحد المدينة مورية، هذه المدينة هذه استطاعت أنها تعرف واحد اقتصاد، واحد ازدهار اقتصادي كبير وعمراني، خاصة في عهد الملكين أيوب الثاني والابن ديالو بطليموس. كما استطاعت هذه المدينة أن تصدر عملة محلية خاصة بها تحمل الاسم المدينة اللي هو يا سالت. شلة بالنسبة لمدينة الرباط، أو لا سالة بالنسبة لمدينة الرباط، يعني هي أول نقطة عمرانية، يعني أول نواة العمرانية الأولى ديال مدينة الرباط. يعني أول عمران دار هنا في مدينة الرباط كينطلق هنا في سالة. المدينة المورية غادي تحافظ على تواجدها في المنطقة إلى غاية سنة الأربعين الميلادي. في سنة 44 ميلادية غادي يتعرض المغرب لغزو روماني بعد اغتيال الملك الموري بطليموس على يد الإمبراطور كاليغولا في روما. هذا الحادث شعل ثورة بربرية عنيفة دفعت روما إلى إرسال جنرالات لوقفها. الرومانيون استقروا بعدها بالموقع الذي كان يشغله الفينيقيون وأسسوا مستعمرهم سلا كولونيا. يعتبر موقع سلا المركز الحضاري الأول لمدينة الرباط. من جو الرومان لهنايا يعني اعادوا النظر في الهيكله ديال العمرانيه ديال المدينه، يعني تمكنوا من انهم يبنوا مجموعه ديال البنايات اللي كتتماشى مع الحضاره ديالهم، بحال مثلا معبد المدينه، قوس الناصر، الحمامات، الساحه العموميه. دونك هادو بين المسائل اللي كانت تحدثت في الفتره الرومانيه. الوجود الروماني هنا في شلة استمر إلى غاية 200، يعني الوجود الروماني الرسمي استمر إلى غاية 285 ميلادي، يعني أواخر القرن الثالث الميلادي. فهذه الفترة هذه يعني انسحبت الإدارة أو الجيش الروماني إلى شمال المغرب واقتصر الوجود ديالهم شمال نهر لوكوس. ورغم ذلك استمرت الحياة هنا في موقع شلة إلى غاية القرن الخامس الميلادي. احنا كنتواجدوا الآن في مركز المدينة الرومانية اللي كيتألف من مجموعة ديال البنايات، وهناك ديكيمونيس ماكسيموس أو الشارع الرئيسي للمدينة اللي كينتهي عند الساحة العمومية. هنا على اليمين ديالنا هنا عندنا يعني مجموعة ديال المحلات التجارية اللي هما عدد ديالهم تقريبا 9 ديال المحلات اللي كانوا منفتحين على الشارع الرئيسي، واللي كانت بطبيعة الحال كتمارس فيهم جميع المسائل التجارية اللي عندها علاقة بالموقع. هنا خلفنا كاين عندنا 4 قواعد حجريه اللي كانت كتشكل القاعده ديال واحد قوس النصر او لارك دو تريومف، اللي كان كيتميز بوجود ثلاثه ديال المداخل تقريبا. وبالنسبه لمعبد المدينه الرئيسي اللي كيتواجد في هاد لابارتي سوبيريور، في هاد البلاصه العاليه ديال هاد المحلات، اللي هو معبد كان مخصص لعبادة الثلاثي الروماني أو لتخيد كابيتولين، يعني دوك الآلهة الثلاثة اللي كانوا كيقدسوهم الرومان في هذيك الفترة اللي هما مينيرف، جوبيتر وجينو. بالإضافة لهذا الموقع كيضم ساحة عمومية وكيضم حمامات
بالإضافة إلى حوض الحريات أو ما يعرف بالنانفي، وهو عبارة عن خزان مائي اللي كان الدور ديالو كينحصر في جمع وتوزيع المياه على باقي مرافق الموقع. الإشعاع الروماني اختفى تماما خلال الغزو الإسلامي سنة 670 والذي تزعمه عقبة بن نافع. إلى حدود هذه الحقبة ساكنة المنطقة كانت مشكلة من المسيحيين واليهود والبرابرة غير المبشرين. ظل موقع شلة مهجورا منذ القرن الخامس حتى القرن العاشر الميلادي. هذه المرحلة التاريخية كتبقى غامضة إلى مجيء المرابطون في القرن الحادي عشر، حيث شيدوا حصنا بالموقع الحالي لقصبة الوداية كانوا كيتجمعوا فيه المجاهدين لمواجهة قبيلة برغواطة. هذه القصبة الوداية قبل ما تبنى في العهد الإسلامي، تبنى قبل منها بعد قصبة مرابطية أو رباط مرابطي، رباط صغير مرابطي سميتو رباط تشفين، اللي خدا الاسم ديال الملك الثالث المرابطي او الامير من المسلمين الثالث المرابطي اللي هو تشفين بن علي بن يوسف بن تشفين، وخدا كذلك اسم القبيله الصنهاجيه التي سكنت، يعني اللي سكنت في هذه القبيله اللي سكنوها المرابطين في هذا الرباط اللي سميتها ترقع. دونك سميتو رباط بني ترقع ورباط تشفين. حسب المصادر التاريخية والكتب ديال التاريخ وداك الشيء، جميع الباحثين اللي قبل ما عبدو ربيه يكتشف هذاك الموقع في 2002، يعني هذه تقريبا 18 سنة، كان ما معروفش فين كاين هذا الرباط، لأن كنقولوا المصادر التاريخية كانت كتقولنا والكتب التاريخية بأن هذا الرباط جاءوا الموحدين في القرن الثاني عشر، جاء عبد المؤمن الخليفة الأول ديال الموحدين وهدم هذاك الرباط ديال بنو ترقة وبنى على أنقاضه، يعني بنى على الردم ديالو، بنى عليه القصبة ديال المهدية أو مدينة المهدية اللي اليوم ولات كتحمل الاسم الجديد اللي هو قصبة الوداية، لأن العهد الموحدي المدينة اللي تبنات المدينة الصغيرة اللي هي القصبة الوداية اليوم كانت كتحمل الاسم ديال مدينة المهدية نسبة إلى الزعيم الروحي الموحدي المهدي بن تومارت. يرجع تأسيس مدينة رباط الفتح إلى يعقوب المنصور، المخيم العسكري ومخيم النصر ورمز الروح العسكرية لجهاد الإسلام فاتح الأندلس. رباط الفتح كان كيشكل نقطة تركيز المجاهدين قبل مغادرتهم إلى الجهاد بإسبانيا. أول من أنشأ نواة في هذه القصبة هو عبد المؤمن بن يوسف، فعبد المؤمن بن يوسف هو الذي أنشأ البرج الأول في المنطقة وجلب الماء من عين غبولة وأسكن بعض السكان في المنطقة وأحاط بذلك السور الموجود الآن في الوداية. لكن لما أتى السلطان يعقوب المنصور الموحدي والذي كان هو صاحب أهم المعارك في الأندلس، فهو الذي فكر في بناء مدينة، لأن مراكش كانت العاصمة بعيدة جدا عن الأندلس، فكر أولا في وجود مدينة اللي يكون موقعها قريب من البحر وتكون رابطة ما بين الشمال والجنوب ويكون هواؤها أولا معتدل، فوقع اختياره على القصبة القديمة التي كان قد بناها عبد المؤمن، ولكن فكر في أن يبني خارج القصبة وهي ما يعرف الآن بالمدينة مدينة الرباط. تتسع مدينة رباط الفتح على مساحة 400 هكتار محصنة بأسوار متينة يبلغ طولها 5200 متر وكتمتد من الغرب حتى جنوب المدينة، يبلغ عرضها مترين ونصف وعلوها 10 أمتار. هاد الأسوار مدعمة ب 74 برج وكتخللها 5 أبواب ضخمة، باب الكبير وباب العلو وباب الحد وباب الرواح وباب السعير. وشملت المدينة بالإضافة للقلعة دار للخلافة ومساجد ومنازل الجنود وعائلاتهم وبنايات أخرى كحمامات وأسواق ونفرات. الأسوار والأبواب الضخمة كتشهد إلى اليوم على مجد وضخامة مدينة الموحدين. بالنسبة للدولة الموحدية، الدولة هذه انطلقت من واحد المبدأ اللي هو ديني،
لان كانت عندهم واحد الفكره ان المهدي المنتظر مهدي بن تومرس كان هو اللي اعطى واحد النظره جديده على الدين وعلى التعامل معه. هذا الشيء ادى بالدوله الموحديه الى واحد الاختيارات اللي بحال غادي نجددوا التعامل ديال المغاربه مع الدين ومع الفتح جديد لان كان قوي. هذه الاختيارات ديالهم كانت اثرت عليهم في الهندسه المعماريه ديالهم اللي كانت واحد ما كانش فيها زخرفه كثيره، ما كانش فيها زواق كثير، ما كانش فيها الوان، ما كانش فيها ودخلوا المغرب على اتميه بناء بالطين بالتابوت اللي كان فيما قبل عند المرابطين كانوا كيستعملوا الحجر، والموحدين عمموا استعمال ديال الطين وديال الابواب اللي كانت مزخرفه. استعملوا الدرج وكتف، دخلوا هذا الدرج وكتف في الهندسه المعماريه اللي هما اللي دخلوه وهو اللي بقى حي حتى الان، باقيين الصناع المغاربه كيستعملوه. هاد الرغبه ديالهم في التوحيد وفي سميتو ادات بهم لهاد الهندسه المعماريه اللي هي خاليه من الزواق، ولكن ما كيمنعش داك الشيء انهم يكونوا عندهم هاد النحت فوق نفس الماده اللي هي كتكون اما الحجر اما الطين. وهاد الامور هذه ادات بهم باش هاد الهندسه ديالهم عطاتنا انتاج اللي هو قوي في النحت ديال الحجر، الصومعات الثلاث اللي كانوا عندنا اللي خلاوها وراءهم هي الكتبيه حسان والاخيره الله ديال شبيليه. عرفت مدينة رباط الفتح خلال عهد الموحدين إشاعا تاريخيا وحضاريا مهما، وأعطوا الموحدين عناية خاصة واهتمام كبير في إنجاز معالم عمرانية ومساجد ومعاهد علمية تتناسب مع منطق سياستهم للتوحيد وفلسفتهم الدينية. وكتميز هذه المباني بهندسة بسيطة وفخمة حيث العظمة والرصانة واضحة. وهنا يمكن أن تتساءلوا، لأن المساجد دائما تكون في داخل المدينة، مادام أحاط المدينة بالسور يجب أن يكون المسجد دائما داخل المدينة. لا، المسجد حسان يوجد خارج المدينة. لماذا؟ هو بناه أولا لكي يأخذ مساحة شاسعة، وثانيا لكونه وضعه لجنوده ولجيشه ولصلاته مع الجيوش في عندما يكونون في اتجاه فتح الأندلس. ولهذا اختار أول مكان يطل على البحر، وثانيا في مكان متسع، وكان هو قد بنى قبل ذلك مسجد في مراكش وهو كما تعلمون الكتبية، ومسجد سوف يبنيه بعد ذلك في مدينة في شبيلية وهو في نفس الحجم وفي نفس الشكل الهيئة ديال مسجد حسان، ولكن سوف يكون مسجد حسان هو أكبرهم وأعظمهم لا ارتفاعا ولا طبعا مساحة، ولكنه توفي قبل أن يتمم هذا المسجد. وكان حلمه يعقوب المنصور أن يجعل من مدينة الرباط شبيهة بمدينة الإسكندرية، لأن في ذلك الحين كانت الإسكندرية نموذج الدول العربية، فأراد أن يجعلها، ولكن أتته المنية قبل أن يحقق هذا الحلم. في نهاية عهد الموحدين وإلى منتصف القرن الثالث عشر تراجعت أهمية الرباط. المارينيون فضلوا مدينة سلا، واتخذ السلطان الماريني أبو يوسف يعقوب سنة 1284 من موقع شالة مقبرة لدفن ملوك بني مارين وأعيانهم، وبنوا كذلك الجامع الكبير بقلب المدينة العتيقة. أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الميلادي، يعني الأسرة المارينية اتخذت من موقع شلة كمقبرة ملكية خصصت لدفن
الملوك والامراء ديال هاد الاسره هذه. واهم هاد المدافن اللي كاينه هنا هو المدفن ولا ضريح ديال ابو الحسن المريني. وهاد المقبره المرينيه كتضم مجموعه ديال البنايات اللي ممكن نلخصوها في وجود ديال واحد المسجد اللي كيتسمى مسجد ابو يوسف يعقوب اللي كيتأرخ ب 1284 ميلاديه فاش تبنى، بالاضافه الى الضريح د ابو الحسن والمدرسه المارينيه وكذلك الحمام الماريني اللي كيستند على السور اللي كيحيط بالموقع تشلا. هذا السور هذا يعني هذا السور هذا اللي كيمتد تقريبا على واحد 1000 متر تقريبا حوالي كيلومتر، وكتخلو له واحد 22 برج. هذا السور هذا تبنى بالضبط في 1339 ميلاديه، وهذا تاريخ البناء ديالو يعني استمديناه من ولا استنبطناه من واحد النقيشه اللي كتواجد على الباب اللي كتبين بانه السلطان ابو الحسن اللي هو اللي امر ببناء هذا السور هذا، وكتقول بانه الفراغ منه انتهاء منه كان سنه 1339 ميلاديه. المدنيين هما خداو هاد الهندسه المعماريه الموجوده في من قبلهم مع الموحدين وحسنوها وبدلوها ودخلوا لها الزخرفه، دخلوا لها عدد ديال التقنيات الجديده في الزواق وفي الفن المعماري الجديد اللي كنعرفوه الان بالهندسه الاندلسيه العربيه المغربيه البربريه. هاد الشكل هذا كان تنمى مع العلاقة الوطيدة اللي كانت بين المارينيين وبين سلطنة غرناطة اللي كانوا كيتبادلوا الصناع وكانوا كيتبادلوا المعرفة، واللي كانت أدت بالفن الهندسي الماريني في نفس المستوى اللي كنشوفوا في غرناطة وفي مدن أخرى مثلها. بالنسبة للهندسة المعمارية الأندلسية العربية المغربية البربرية إلى آخره، هذه الفكرة كنا نوضحوا المنبع ديالها. المنبع ديالها وهو واحد الخليط ديال المعرفة والهندسة والفنون اللي كانت كتجي لا من الجزيرة العربية ولا من أبعد عند الإيرانيين وسامرقند إلى آخره، والمعرفة والتقنيات البنائية اللي كانت موجودة في المغرب كبلد وفي إسبانيا ديك الساعة في الأندلس. هذا الخليط وهذا التبادل ديال التقنيات وديال المعرفات وهذا الشيء هو اللي خلق هذه الهندسة المعمارية الأندلسية العربية المغربية البربرية. في القرن السابع عشر حدث مهم طرأ في إسبانيا خلف عواقب أثرت على كل المتوسط. وصول اللاجئين الأندلس المسيحيين واليهود المطرودين من إسبانيا غير عميقاً من مسار مدينة الرباط. تأثير فاجئة ديال الأندلس، فاجئة الأندلس هي سقوط الأندلس 1492. هنا كلنا نعلم ما حدث لسكان الأندلس، وإن كانت هناك بعض الهجرات قبل سقوط الأندلس كانوا يأتون ولكن بنسبة قليلة، لم يكن تأثيرهم كبير في المغرب. عندما طرد سنة 1609 كانت هي الانطلاقة الكبرى لمجيء الأندلسيين، عندما قامت محاكم التفتيش التي قامت بها الملكة إيزابيلا والتي تخلت عن العهود الأولى التي كانوا أعطوها الأندلسيين أنهم يسمحون لهم بممارسة ديانتهم وبالحرية تجارة وحرية، بل أن الكنيسة باتفاق مع إيزابيلا فإنهم فرضوا أو شرعوا قانون جديد يحرم الديانة الإسلامية وقاموا بالتنكيل بالمسلمين، فتم طرد الكثير وفرار الكثير بعض والآلاف التي غرقت في البحر أو ماتت العديد، والبعض فر العديد منهم فر إلى المغرب. والأندلس السعديين خصوصا السلطان
1609 كان السلطان زيدان بن حمد المنصور السعدي هو الذي سوف يسكنهم اولا في العصابه هما الهورناتشيون هادو هما اول من اتى وهادو جاوا تقريبا حديث منطقه سيفيا لان في مدينه شبيليا كانوا هما اول من طرد وبعدهم عاد تجي الغرناطيين فاستقروا في العصابه هنا تكونت النواه الاولى للاندلسيين بعد ذلك بعد ان كثرت الاضطرابات في الاندلس سوف ياتي الفوج الثاني والذي سوف يضم ما يزيد عن 5000 فرد وهم الذين سوف يسكنونهم في داخل السور اللي كان وضعه يعقوب المنصور وهذا هم اللي غادي يدخلوا واحد حياه جديده على المدينه وفعلا سوف يبنون سور جديد هذا السور هو اللي غادي يرتبط ما بين السور باب جديد هو اللي غتمشي فيه باب شاله وغيمشي حتى في اتجاه البحر حتى سيدي مخلوف هذا هو السور يسمى السور الاندلسي وصول الاندلسيين اثر على الحياه في الرباط لتطبعت بثقافات ونمط عيش الاندلسيين حضورهم اثر بشكل كبير على ساكنه الرباط واللهجه ديالهم الرباطيه وتقاليدهم ولباسهم الشيء اللي غادي يعطي خصوصيه لمدينه الرباط طبعا الاندلسيين عندما استقروا في المدينه فطبعا اتوا بخبراتهم سواء الخبره في الحرف اتوا بثقافتهم اتوا وخصوصا انهم كانوا يختلفوا كثيرا يختلفون عن السكان الاولين اللي كانوا في الرباط حتى انهم انتم دائما تسمعون ان سكان سادة يقولون هذوك مسلمين الرباط هذه مسلمين الرباط هذه الكلمه اطلعوها لانهم كانوا اطلعوها في عهد طبعا العياشي الذي كان يقوم بالمقاومه في سله وانه عندما طلب من الرباطيين ان يساعدوه ولكنهم تنعوا لانهم كان لهم تفكير في ان يقوموا بمقاومه اخرى ضد الاندلس ضد الاسبان حتى يسترجعوا ما كانوا في نظرهم انهم اتوا وسوف يعودون مره ثانيه ولهذا ما عندما لم يريدوا ان يساعدهم كانوا كيسميهم مسلمين الرباط ان اسلامهم ناقص خصوصا انهم كانوا كينظروا لهم الرجال يختلطون وداك اللباس المراه احيانا مزينه تخرج الى الشارع وهذه اشياء طبعا كلها جدت في مدينه الرباط جدت مع الاندلسيين اتت ايضا اتوا بالخزف اتوا طبعا بنوا بيوت وهم الذي بنوا البيوت وفي طبعا فيها الرياضات داك شكل الرياضات اللي وجدت في مدينه الرباط هذا كله نقل من الاندلس شكل الجبس شكل الزليج هذا كله زليج كله طرز او ما نسميه نحن بالرحيم في الرباط كنسميوه الرحيم وليس الطرز لانهم هذاك الطرز الرباطي هو اخذ من الاندلس ايضا في الاكل الرباطي مثلا عندنا نتميز بالكحك الكحك هذا ما توجدو غير في مدينه الرباط هو ذاك الشكل الدائري واللوز والعجين هذا تقريبا مدينه الرباط وهو من الحلويات التي كانت في الاندلس كذلك حتى في البسطيله هي رغم انها موجوده في فاس وفي مدن اخرى ولكن الرباط تختلف عنها لان البسطيله الرباطيه هي كلها من اللوز فقط لا تدخل في تركيبتها سوى ماده اللوز هذه اشياء كثيره كذلك كما قلت في اللباس غير ذلك في صنع الزرابي هي ايضا الزربيه الرباطيه هي ماخوذه من الاندلس اذا كما قلت غير ذلك الاندلسيون لم يقوموا بهذا فقط ولكنهم قاموا ايضا بالتجاره في الميناء لماذا ركزوا على الميناء وهم الذين بنوا اول ميناء للمدينه ركزوا على الميناء لانهم كانوا سوف يقومون بالجهاد ضد السفن الاوروبيه وخصوصا السفن الاسبانيه وكان في نظرهم انهم سوف يسترجعون الاندلس ويعودون اليها ولهذا نشطت واصبح هذا الميناء هو اهم ميناء في المغرب تقريبا الذي نشطت فيه التجاره
والذي نشطت فيه الجهاد الذي يسميه الأوروبيين طبعا القرصنة. في القرن 17 سكنت القصبة وخاصة الهورناتشيون بثورتهم شكلوا مجموعات القراصنة أو ما عرف آنذاك بالجهاد البحري وفق المؤرخين. الغاية الأساسية من القرصنة استمدت من الكراهية الشديدة لمطرودي إسبانيا ورغبتهم في الانتقام من المسيحيين. في العهد الموريسكي القرن 17 عرفت القصبة بحال الرباط، يعني الرباط كله على رأسه القصبة نهضة عمرانية، عرفت واحد نمو ديموغرافي مهم في العهد الموحدي، ولكن في العهد الماريني بدأ كيضمحل، وفي العهد الوطاسي وبداية العهد السعدي أضمحل أكثر. منين جاوا الموريسكيين خاصة الهورناتشيون يعني الأغناشوس بالفرنسية، استقروا بالقصبة ديال الوداية وعاود أهلوها بالسكان وعاود حياة وعاود رجعات، خاصة أنهم كانوا كيديروا يعني واحد النشاط اقتصادي وعسكري مهم اللي هو الجهاد البحري اللي كيسميوه المؤرخين الأوروبيين إسينغبال يسميوه لابيغاتري ولا يسميوه ليكورسيغ. عادي أنهم يسميونا ديكورسيغ ولا يسمينا دي بيغات، حنا بالنسبة لنا المؤرخين ديال المغرب وديال العرب وديال المسلمين كنسميو هذاك جهاد بحري، لأنه فعلا كان جهادا بحريا ضد الظلم الذي تعرض له المسلمون بالأندلس. فهذوك الناس كانوا آخر الهجرات الأندلسية، هم اللي تعرضوا لمحاكم التفتيش وتعرضوا للظلم وتعرفوا للقصر، وكاين فيهم اللي خلى كاع الأزواج ديالو وليداتو كاع تما، يعني اضطروا أنهم يخويو البلاد بلا ولا بلا أزواج ديالهم بلا عيالاتهم بلا وليداتهم. فهذاك رد الفعل ديالهم كان رد فعل عادي، أنهم يطلبوا تعر ياخذوا التعر ديالهم من السفن الاسبانيه والبرتغاليه، ومن بعد من تضامنت معهم الامم الاوروبيه الاخرى ولاو يعني كيديروا الجهاد البحري على جميع السفن الاوروبيه منها الفرنسيه والانجليزيه والهولنديه وغيرها. هذا الجهاد البحري عرفت القصبه فيه صيت عالمي، يعني ما بقاش عندها صيت غير محلي او جهوي او وطني، ولا عندها صيت عالمي، لان هذاك الجهاد البحري عرف واحد القوه وواحد صيت دولي انذاك في القرن 17 القرن 17، وعرف واحد يعني واحد الشهرة كبيرة، وهذوك المجاهدين البحريين عرفوا واحد الشهرة كذلك كبيرة آنذاك. وهذيك الكيان الذاتي التي يطلق عليه الأوروبيون كذلك لا ريبوبليك دي بورغراغ ولا لي ريبوبليك دي بورغراغ، بحال عندنا الاتحاد السوفيتي ولا عندنا لي ريبوبليك، راه حنا غير في مدينة صغيرة فيها دو غيف، غيف دغوات غيف غوش، ولي ريبوبليك نو شوف كيان ذاتي كان عارف واحد الاستقلال، ولكن كان كيعترف بالمخزن آنذاك اللي هو السلطة ديال السعديين وبالسلطان السعدي. داير في الجمعة كانوا كيدعيوا بالدعاء باسم السلطان السعدي، كان عندهم واحد استقلال ذاتي، يعني كان واحد الكيان ديال استقلال ذاتي، كان عندهم واحد الديوان كيحكمهم واحد الرئيس ديالهم وكذا، ولكن هذا لا يعني بأنه هناك جمهورية، هذاك غير إسقاطات وأسماء سماوها المؤرخين الأوروبيين. نشاط القرصنة أو النشاط البحري خلال القرن 17 كان كينطلق من الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق وهي الرباط، وكان يطلق على قراصنة سلا قراصنة الرباط، لأن الرباط كانت تحمل آنذاك اسم سلا الجديد عكس سلا القديم التي هي الآن مدينة سلا. La course salétine, on peut dire qu'il y en a qu'une, la vraie, elle s'est tenue au 14e-15e siècle. Sur la rive droite, donc de Salé, à la période de la dynastie Mérinide. La seconde course salétine sera beaucoup plus tard, c'est-à-dire vers 1609-1610, au moment de la dynastie saadienne, sous les Zidanes, quand les Morisques et les Juifs vont être expulsés d'Espagne. À ce moment-là, la course salétine ne pouvait plus avoir lieu, mais pour une raison physique et hydrographique. L'arsenal était comblé, la rive de l'arsenal n'avait plus servi à rien, et la rive de Salé est une rive sablonneuse. Donc en 1609-1610, quand les Morisques sont expulsés d'Espagne, ils vont venir pour faire la course que sur la rive gauche, c'est la rive de Rabat. C'est une rive rocheuse, en eau profonde,
Et l'arsenal qui était avant à Salé va se tenir en contrebas de la tour à son. Alors, la piraterie à Rabat va avoir son plein essor jusque aux années 1640. À ce moment-là, la Casbah va passer sous la coupe des Dilaïtes. Là, elle va être relancée par les Alaouites en 1667, quand Moulay Rachid va investir Rabat et relancer la course. Alors, cette course qui, avant les Alaouites, appartenait à ceux qui la commanditaient, qui en vivaient, à la Casbah, aux armateurs. Là, à ce moment-là, à partir des Alaouites, ils vont mettre la main sur la course, ils vont vouloir diriger la course, ils vont vouloir la commanditer et s'attribuer tous les profits de la course. Ça a été la politique de Moulay Rachid, ensuite de Moulay Ismaël. Et on va arriver à Sidi Mohamed Ben Abdallah. Sidi Mohamed Ben Abdallah va régner de 1757 à 1790. Va construire le port de Essaouira. Pourquoi Essaouira? Parce que c'est une côte rocheuse, il n'y a pas d'ensablement possible, comme pour le Brogac. Le Brogac continuait à s'ensabler, et on est vers les années 1770. Le sultan va dissuader tous les commerçants de rester à Rabat. Il va offrir des avantages pour le port de Mogador qu'il faisait lui-même construire. Ceci, le fait qu'il retire aussi des consuls pour cesser qu'ils soient à Rabat, fait en sorte que c'est la fin de la course salétique au profit du sultan. Dites-vous que la course avec les Alaouites est une course qui va devenir une course d'État. بعد القرن السابع عشر عرفت قصبة الوداية إهمال خاصة في الفترة الأولى العلوية إلى مجيء قبائل جيش الوداية في 1833. في النصف الأول من القرن التاسع عشر لاحظ مولى عبد الرحمن بن هشام يعني هذا المكان اللي هو لائق ليسكن فيه هذا الجيش الجديد، الجيش ديالو اللي هو جيش الوداية، فأسكن خاصة الضباط والكبار ديال العسكر ديال الوداية والقبائل ورؤساء القبائل سكنهم هنا وأقطع منطقة جيش الوداية اللي دابا تبنى فيها حي الرياض اللي كانت فيها الشبانات والوداية أقطعهم بعض الأراضي الفلاحية اللي تبنى فيها دابا ما يعرف اليوم بحي الرياض. فهاد المرحلة التاريخية عرفت فيها الوداية واحد الانتعاش داكوغ وسكنوا فيها فعلا هاد القبائل الوداية، غير ما هاد القبائل ديال الوداية ما بناوش الديور، سكنوا في النوايل سكون ابيل النوالة. راه هاد البنايات اللي كتشوفوا دابا من غير الاسوار ولي سوتيغا يعني السراديب ديال العهد الموريسكي القرن السابع عشر والمسجد العتيق الموحدي، راه كل شيء جديد، كل شيء من 1912 لدابا. اغلبيته تبنى في عهد الحمايه في العشرينات الثلاثينات والربعينات من القرن الماضي، جزء منه عاود تبنى خاصه في هذه العشرين سنه الاخيره يعني من 2020 او 25 سنه الاخيره يعني من 95 تقريبا لدابا. كان بعض الدور اللي كانوا دازت عليهم 80 90 سنه تهدموا ريبوهم يعني وعاودوا بناو ديور جداد في هادو كلهم عهد الحمايه. راه ما كاينش شي دار اللي في الودايه قديمه سابقه لعهد الحمايه. في عهد العلويين مدينة الرباط أضحت مهمة من الناحية العمرانية والدفاعية. لما أتى السلطان مولاي رشيد اهتم بالمدينة وأنشأ فيها دار لسكناه، تحول جزء منها إلى مستشفى سيدي فاتح والجزء الآخر هو الذي أصبح الآن معهد للموسيقى. بين 1672 و 1727 السلطان مولاي إسماعيل أسس قصر بداخل القصبة
في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله غادي يوجه رعايه كبيره للمدينه وغادي يبني اسوار جديده، ولكن السور المهم اللي بناه هو السور اللي كيحيط بالقصر الملكي وبمنازل سكان تورقا، وربط هذا السور بالسور الموحدي القديم، وهو اللي بنى كذلك جامع السنه وجامع اهل فاس. سيدي محمد بن عبد الرحمن غادي يهتم بالرباط ويجعلها مدينة كتدخل في إطار المدن الحضارية المهمة بعد مدينة فاس اللي كانت آنذاك عاصمة. ثم السلطان مولاي سليمان غادي يستقر لمدة في الرباط، حيث دشنا بها شارع القناصل ومسجد الجزارين ومساجد أخرى. وخلال سنة 1807 غادي يشيد حي الملاح الجديد بالمدينة القديمة. المدينة العتيقة الرباط تتمتد على 91 هكتار، عندها من خاصيات ديالها أنها تطل واحد جهة على الواد بورغراد من جهة أخرى على البحر، ومحاصرة بحال المدن الإسلامية مدن العتيقة المغرب بأسوار، كاين سور موحدي وسور الأندلسي. هي بحال المدن العتيقة كاملين، فيها جوامع، فيها زاويات، هي معروفة بالزاويات بحال الزاوية التجانية المعروفة على صعيد العالمي، وكاين بيان سور الحمامات، وكاين بيان سور الأحياء، وكل حي عنده داك لي زيكيبمون كويزيون ديالو، عنده الجامع ديالو، السقاية، الحمام، اكسيتيرا. من حيث النسيج العمراني ديالها هو نسيج متناسق، تيسي كومباكت، مدينة دار قدام دار، وكل الديور على بيان سور على سيستيم انتروفيرتي، على دي ميزون اباسيو، ديور بالوسط ديال الدار، وهو تيبان شكل النسيج عمراني الا شفناه من الخريطه غيبان ما منظمش عشوائي، ولكن راه بالعكس كاين واحد التنظيم، كاين واحد التسلسل هرمي، لا سيما على من ناحيه لايارشي ديال الطرق ديال الزناقي اللي ماشيه مع لايارشي ولا تسلسل هرمي ديال الوظيفه ولا لي فونكسيون اوربان ديال المدينه. الوغ من خاصيات في ايضا ديالها انها مقسمه بحال جوج مناطق، المنطقه الاولى والمنطقه الاولى ديال السويقه وبقرون، المنطقه الثانيه ديال الكزا وديال الملاح، وبجوج هاد المناطق تيتمحوروا على جوج ديال الزناقي عموديين بعضياتهم، هي الغود السويقه والزنقه اللي فين حنا تنتواجدوا ديال الغود كونسول، بحيث بحال اللي تتشوفوا طريق اللي فيها التجاره وفيها اللي تتكون فيها الرواش تكون ديما مستقيمه، ومن بعد تندوزوا لي رويال سيكوندير لي زاكتيفيتي ديال البرودكسيون، وعاد تندوزوا للدرب اللي ديال السكن. ودونك كاين واحد الفلسفه، واحد النظام اللي تتمتد هو البرينسيپ ديال المدينه القديمه. الحاجه الاخرى الخاصيه ديالها سي هنا في المدينه كاين واحد التكافؤ الاجتماعي، تتلقى في واحد نفس لا زون تتلقى فيها الفلاح الغني، دونك كاين لو كونسيبت ديال الحومه وديال الحرمه، ولو كونسيبت ديال البرينسيپ ديال المدينه الاسلاميه، كلشي سواسيه في لي فاساد تيكونوا براتيكمون افيغل، ولا ديكوراسيون تلقاوها بحال سوربريز على الانتيريور. بالاضافه للزوايا والمساجد والشوارع الممتلئه اللي كتشكل نقط التقاء الحرفيين بالبائعين، رباط كتضم الى الان بيوت نموذجيه اصيله كتعيش بها عائلات رباطيه قديمه باشرت اشغال تجديد من اجل الحفاظ على طابعها القديم واحياء ذاكره الماضي. حنا تنتواجدو في دار كراكشو اللي بالنسبة لي هي نموذج ديال الدار الرباطية، من حيث الزخرفة اللي فيها ومن حيث الصبغيتي اللي تلقاوها فيها. هي دار، هاد الدار تتمثل واحد النموذج ديال الدار الرباطية ولا الدار ديال المدن العتيقة الإسلامية، اللي البرانسيب ديالها هو لو سيستيم انتروفيرتي، الدار تدور على وسط الدار على سكون ابيل لو باسيو، والشكل ديال المدينه ديال الرباط ولا اي مدينه اسلاميه سولي سيستيم اللي تيكون لي فاساد افيغل، صادير الواجهات ما تيكونوش فيهم الشراجم والنوافذ، ولكن تلقاو النوافذ في قلب الدار. ومن خاصيات اوسي الدار الرباطيه هي ولا الدار الاسلاميه بصفه عامه، تدخل على شيكان كما تنشوفوا تنتواجدوا كي دخلنا، ما تندخلوش ديريكت على الدار،
بخصوص ايدنتيميتي الحرمه ديال الدار تدور وعاد تدخل تتلقى وسط الدار صديق بحال واحد لي فيت سوربريز يكون في هذه المدينه الرباط ولا المدن المغربيه على برا كاين لا سوبريتي ما تنحسو حتى انت ندخلوا عاد تنكتشفوا على حساب كل عائله على حساب الامكانيات ديالها غتمشي تزوق وغدير الزخرفه في كل على بزاف ديال الجوانب دابور نقش على القبس عندنا على الحجر عندنا على الخشب عندنا الزليج عندنا عد دي زاليمون اركيتكتونيك تزين الدار والدار اباسيو تدور كلها على وسط الدار اترافير دي غالري يمكن نلقاوهم هاد لي غالري نقدروا نلقاوهم في الديور على حسب بحال اللي قلت المستوى ديال العائله وكن ما نلقاوهمش ان توكا الدار خصها لي غالري ولي بيس تيعطيو على وسط الدار هنا فين تتدار تاخذ الهواء وتاخذ الشمس ولا الا بغينا الا شتيو تلاحظوا ان حنا كنهضروا على ليكو كونسيبسيون دابا لا مود ديال لي ميزون بيو كليماتيك راه الدار ديال المدينه راه بيو كليماتيك باسكو التهويه الا شفنا هنا الفوق تتلقاو شريجمات صغار تيدخل الهواء من هنا وتدور ولي بوي دو لوميير هذا الوسط الدار هو اللي تيعطي البوي دو لوميير تيدور الهواء وتيخرج تيجي منه الشمس دونك لي بيس ولي بورت كلهم تيعطيو على وسط الدار وعلى حساب الدار تلقاو على حساب الريا تلقى يمكن ليليمون فيجيتال الجرده ولا الماء مهم وتا هو بحال تقول عامل بيوكليماتي لان بيوكليماتيك دونك الى شتيو الشكل الهندسي ديال القواس الشكل ديال الزخرفه الشكل ديال الخدمه ديال الجبس والشكل ديال الخدمه على الخشب ولا فيرونغي تتعطينا هذا الطابع ديال المدينه ديال الرباط والديور الرباطيه الخاصيه ديال الدار الرباطيه حنا خصنا نعرف زعما نتفكروا واحد القضيه ان مدينه الرباط اسسوها الموحدين الموحدين عندهم طابع ديال لا سوبريتي ولا غوندور هادشي تنشوفوه لان في الفلسفه ديالهم التوحيد و صديق دي بيو صديق لا ريليجيون ايت امبورطون اي دونك لا سوبريتي اي لا غوندور لان كنا في واحد الوقيته ديال الفتوحات الاسلاميه اللي قويه دونك تتلقى بالنسبه دونك الدار الرباطيه تتكون بلو صوبر ناقصه على عندها واحد الشكل خاص واحد الزخرفه ولكن ناقصه على الدار اللي فين كاين فاس اون توكا اللي دايزين فيهم مارينيين لان مارينيين كان عندنا تلقاو النقش اكثر والزخرفه اكثر ديزيليمون اركيتكتونيك تكون اون ريشيز دو ديكوراسيون اكثر اما لا ريشيز الدار الرباطيه فهاد لا سوبريتي ديالها فهاد لي زيليمون كي غابيل الموحدين الدار الرباطيه اون توكا بالنسبه اللي تلقاوها في المدينه العتيقه كاين فيها واحد تاثير ديال الموحدين وتاثير ديال موريسكيين اللي كاين واحد لي زيليمون هندسيين خفاف بالنسبه كنا نلقاو ديار في الديور اللي داز في المدن اللي كان فيهم المارينيين اكثر اللي كان الزخرفه اكثر دونك هي تتميز بالبساطه ديالها ولكن تتميز اوسي بداك الزخرفه خاصه ديال الموحدين وديال الموريسكيين هذا البيت هو مثال جميل على تجديد ناجح لأنه تم وفق قواعد فنية هي قصة حب وشغف لرجل كرس وقته لحفظ التراث لوهبته إياه الأسرة ديالو من أجل تسليمه للأجيال القادمة هذا الدار تبنات في عام 1170 وتم التجديد ديالها في واحد اللوحة مكتوبة في الباب ديالها في عام 1328 وبعد 100 سنة تنا عاود درت التجديد ديالها اللي استغرق 4 سنين ديال الأعمال ديالها ديال الأشغال ديالها من العام 1428 ما سالينات حتى العام 1432 بالأشغال ديالها الأشغال لهاد الدار سنقول لك الأشغال الدار بقات خليتها في الأصل ديالها ما حاولت نغير منها حتى شي حاجة لا الجليج ديالها ولا كلشي ديالها وني السقوفة ديالها كانوا متهريين هاد الاقواس ديال كانوا فيهم بالعاده ديال الصبغه ديال الجير الجير الجبران هادي كوش اللي واصلين حتى هكا هما اللي حافظوا لها على بالنسبه لهاد الحجر ديالها القبز عاوتاني حاولنا باش ننقيوه ويخرج وهذا الشيء استغرق مده طويله السقوفه ديالها حتى ما خدينا حكيناهم في البلاصه ديالهم والورقه اللي كانت تبدلات واللوح اللي كان بس بقات الدار كما هي ما حاولنا نغيروا فيها حتى شي حاجه انا كبرت في هاد الدار هادي مع العائله ديالي زعما حياتي الطفوله ديالي كلها دوزتها فيها الحمد لله هنايا وبقى داك الحب ديالي ليها
وهاد الدار ملي خرجت للبيع الوالدة الله يرحمها واش عليها كانت مثبتة بها، واخا انا كانت عندي منزل اخر قالت لي فوالا الدار خصك تاخذها خصك تاخذها، والحمد لله لبيت الرغبة ديالها وخديتها بحب وصلحتها بحب. فهمتي حيت الدار لما حبيتيهاش هي ما تبغيكش، فهمتي لا بغيتيها تبغيك لا بغيتيهاش ما تبغيكش. وهادشي تشوف فيها راه استغرق واحد عاوتاني بعد الاصلاحات ديالها على الزين ديالها، خدا واحد المده طويله باش وصلت الحمد لله لهاد. ملي كنا صغار كانت الدار كاينين فيها ثلاثه ديال الميت، يموت الاب الله يرحمه تيخلي الاحفاد ديالو الاولاد ديالو كل تيتزوجوا هنا، من بعد عاد تبدا تيخرجوا. وكانت مكون كاين عايشين فيها ثلاثه ديال العائلات كل واحد بيت، والحمد لله كان جو عائلي كلشي الى طالع الفوق دي كل تسربعاتي هنا وتسرب الفوق، فهمتي الحمد لله عائله وحده وجو واحد. ومن بعد الحمد لله تسدات واحد المده وعاد ملي خديت انا عاد رجعت عاوتاني للاصل ديالها اللي كانت في الاول ديالها ديال هذه 300 سنه. في بدايات القرن العشرين في 30 مارس 1912 تم توقيع معاهدة فاس، وأصبح بذلك المغرب تحت الحماية الفرنسية، وكان لذلك تأثير على مسار مدينة الرباط.